قبل 4 أيام تقريبا كنت في الشرقية، تحديدا في المضيبي، في الخشبة ومنطقة اسمها الوافي، والتقيت بإمام هذا الجامع. إمام هذا الجامع رجل ما شاء الله، رجل فاضل، ولا أزكي على الله أحد، لكن رجل فاضل. وبدأ يخبرني عن والده، والده فارق الحياة قريبا، فيخبرني عن والده كيف كان والده وكيف كان كذا. فاستوقفني بعض الأشياء، قال لي إن والدي كان يشتغل وأصيب بمرض السكري الحاد، مرض السكر، فدرع تقاعد طبي، وكان راتبه يبقى من كان راتبه 174 ريال راتب التقاعد. أحسنت يا سيدي، خلاص ما أمشي. 174 ريال وعليه دين يصفى له من هذا الراتب حوالي 72 ريال، وعنده زوجتين وعنده 15 ولد وعايشين كلهم بخير وسلام. يقول ما أتذكر في يوم نقصنا شيء، ولا أتذكر في يوم شفت والدي زعلان، ولا أتذكر، يقول ولا أتذكر شو زعلان. كان أيضا يعمل يقول بيدار في المزارع. كيف ما زعلان الرجال؟ يعني 72 ريال وين؟ طبعا بعض الحاضرين يقول لك هذاك الزمان 72 ريال سووا شيء. يا سيدي الحين 1000 بعض الناس ما كفتنهم، 2000 ما مكفتنهم، يقول لك ما شيء. تعرفوا ايش؟ بعدين عجبني الموضوع، انا احب اتعلم كذا، عجبني الموضوع. قلت له خبرني كيف كان والدك؟ برنامج والدك اليومي كيف كان؟ طبعا الولد، انا تشوف الولد كذا، الولد مجتهد وولد صالح، تعرف بانه ايضا الاب ربى تربيه صحيحه. ترى اثر تلك التربيه في الابن. الابن الصالح اذا مات ابن ادم انقطع عمله من 3، واحد منهم ابن صالح يدعو له. هذا الابن الصالح، وامام ابنه، وعلم ينتفع به. علم ابنه والابن يعلم الاخرين، كل يوم عنده محاضرات. وصدقه جاريه، هذا الابن الصالح اكيد بيقدم صدقات. 3 في 1. الاب الصالح يصنع ابن يحقق له 3 الأشياء التربية السليمة. فقال لي والدي كان يصحى ما في صلاة، مستحيل يأذن عليه وهو خارج المسجد، مستحيل مستحيل، ما كان يلبس ساعة لكن المنبه عنده صلوات، مستحيل يأذن وهو خارج المسجد. 3:30 صاحي، يصلي قيام الليل، يذهب المسجد قبل أذان الفجر، يقرأ القرآن ثم يأذن، يصلي معاهم ثم يقرأ القرآن حد الشروق، يذهب على طول إلى أخوه يفطر مع أخوه، يخلص فطر أخوه يروح على طول المزرعة، من مزرعة لمزرعة يشتغل بيدار. قبل الأذان على طول هو المسجد، قبل الساعة 12 يروح الفلق يسبح، وعلى طول المسجد يصلي المسجد، يروح يتغدى، ينام أيضا بدون منبه، يصحى قبل أذان العصر، يخلص صلاة العصر على طول مزرعة يشتغل، قبل أذان المغرب هو هناك موجود، خلص أذان المغرب تعشى، وبعد العشاء زيارات عائلية، أخته، عمته، خالته، صلة الأرحام، خلص شاف أخبار العاشرة ونام. صح مرة ثانية، وكله مع القرآن. فأصيب بعد ذلك بفشل كلوي، غسيل كلى، ويذهب غسيل كلى من المضيبي، كان ما في إلا في إبرة، كان ما في سناو، يقول لي كل أيام، لكن راضي راضي يبتسم، حتى يقول الأطباء، يقول الأطباء أنتوا أطباء وأنا مريض، اللي تأمروني فيه أنا سمعا وطاعة. بعدين طورت دهورت شوي حالته، تم زراعة جهاز هنا له في اليد عشان تصفية الدم في اليد، وراضي. يقول بعدين فشلت هذه العملية اللي هنا، لأن مؤقتة هذه العملية نجاحها، ثم تم زراعة له جهاز هنا تصفية الدم. يقول لي هنا اليوم الوحيد الذي شاهدت فيه أبي يبكي، هذا اليوم الوحيد. ليش يبكي؟ قال لأن الطبيب دخل عليه وقال له شوف يا فلان، يقول حتى الأطباء كانوا يحبوه كثير من كثر ما هو مطيع لهم، شوف يا فلان بعد هذا العملية خلاص ما تسجد، ما يصير تسجد لله عز وجل، صلي في كرسي، لأن إذا سجد تتأثر هذه العملية. فيقول قال للطبيب إن شاء الله سمعا وطاعة. طلع الطبيب لقيت أبوي يبكي، يبكي بحرقة ويقول كذا، يعني يقول عاد آخرتها ما نسجد لله عز وجل.
تعلمت بأن هذا السجود لسجود الله عز وجل هذه نعمة عظيمة، هل نتلذذ بها؟ لما نسجد الله عز وجل اليوم هل نتلذذ بهذا السجود؟